مرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة للانتخابات الجماعية والجهوية بجهة طنجة تطوان. ضيفي لهذه الحلقة في المغرب ينتخب هو السيد محمد بوريز، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وكذلك وكيل لائحة الجهة بإقليم طنجة أصيلة. سي محمد بوريز، مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا لكم، شكرا لقناة زوم سات تي في على هذه الاستضافة وعلى هذا الاهتمام بهذا الموضوع اللي هو موضوع الساعة واللي الأنظار متجهة إليه من طرف المغاربة قاطبة سواء على المستوى الوطني الجهوي أو المحلي. طيب، في البداية سي محمد بوريز، قراءتكم للوائح حزب التجمع الوطني الأحرار على مستوى مدينة طنجة بالمقارنة مع بقية لوائح الأحزاب الأخرى، كيف ترون لائحتكم وكيف تقرؤونها؟ فعلا كحزب يعني يلعب دورا أساسيا في الحياة السياسية لمدينة طنجة بحكم أنه تصدر الانتخابات الجماعية الأخيرة في 2009 بحيث أنه احتل الصدارة على صعيد طنجة المدينة بحصوله على أكبر عدد من المقاعد. حاليا طبيعة الحال والحزب بقى مستمر يشتغل بدون باستمرار وبدون انقطاع وبتشكيل طبيعة الحال هياكله النسائية الشبابية الرجالية إلى غير ذلك. فهاد اللوائح اللي حالية كما جاء على سؤالكم هي ثمرات هاد المجهود الطويل الذي يعني عشناه طيلات هاد المدة الانتدابية للمجلس الحالي الذي سينتهي ولايته الأسابيع المقبلة. طنجة المدينة عندنا أربعة، تقدمنا بطبيعة الحال لوائح ديالنا بأربع مقاطعات. طنجة المدينة على رأسها أخ يونس الشرقاوي المعروف بشعبيته الكبيرة لدى الساكنة. سي محمد بوريز، باستثناء مقاطعة طنجة المدينة الكل يعتبر بأن بقية المقاطعات حزب التجمع الوطني الأحرار ضعيف فيها جدا، ولا يمكن الإنسان أن يجزم على يعني هذا الإلزام ولكن هذا الجزم، ولكن يجب أن ننتظر النتائج لأنه ربما كان هناك أشياء التي لا يعرفها الباطن وربما ستكون هناك مفاجآت. أنه كنا نتكلم غير بعد قليل قبل أن أتي إلى عندكم والناس لاحظت على أن الحزب متشدر سواء كان فلان أو فلان، ولكن الحزب موجود له قواعده في مختلف أحياء المدينة. بصراحة سي محمد بوريز، حزب التجمع الوطني الأحرار ما تأثرش برحيل أبرز الوجوه الانتخابية خصوصا في آخر اللحظات ديال انطلاق الانتخابات؟ لا أنا كنظن أولا الرحيل المفاجئ في آخر لحظة هو ديال الأخ رضوان الزين اللي حقيقة يعني حتى حنا كان عندنا نوع الاختلاف معه في الطريقة التي ينهجها في تدبير شؤون الحزب وفي تدبير شؤون السياسة، بحيث حتى التركيبة اللائحة اللي كان كيركبها ما كناش متفقين عليها كقيادة حزبية والطريقة التي يشتغل بها ما كناش متفقين عليها. وصراحة أنا أقول لك وسترى يا مربع شو تنبير أن ليس هناك أي تأثير برحيل الآخر دون زين، سنحقق نفس النتائج إلا أقول لك أحسن مما سيحققه رضوان الزين. هذا ستراه وهذا تحدي أرفعه وسأعود إليك لأذكرك بهذا. طيب، بعد مقاطعة سواني البعض يرى أيضا بأن دفعكم بنجلكم بمقاطعة الموت بني مكادة هي مقامرة، بل أكثر من مقامرة هي مغامرة. أولا لم أدفع بنجلي إلى مقاطعة بني مكادة. حسن بوهريز النائب البرلماني المهندس الموجز في القانون المتزوج له طفلان رجل مستقل وأراد من محض إرادته أن يذهب إلى بني مكدة، لأنه بني مكدة كانت عندنا فيها واحد نوع الفراغ منذ رحيل الأخ الحمامي، السيد الحمامي اللي رحل بقى عندنا كل الفراغ وذهب حسن. هل يستطيع حسن سد ثغرة الحمامي؟ أنا لم يمكن لك أن أقول لك هل يمكن، وإنما من واحد الجانب سد الثغرة ديال الحمامي، من جانب الأرقام لا يعني ما نقدرش لا أعتقد، ولكن من جانب آخر حسن بوريز ذهب إلى ابن مكدة ليعطي وجه آخر للحزب.
الوجه المشرف، الشاب المتعلم القارئ الذي يتقن أكثر من 4 لغات، يعني وبمعيته مجموعة من أطر، شباب الوصيف ديالو مهندس، ثالث موجز، الرابع ماستر، وهكذا يعني على 10 الأوائل وربما 8 كلهم جامعيين. هناك من يقول بأن الانتخابات ليس للكفاءات وإنما للوجوه الانتخابية التي لها قاعدة. هو لا بد أن يكون المز بين 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 الشيئين. فهمتيني؟ حنا في الحزب دائما نريد أن 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 نحاول أن نستغل أو الطرفين. كاين هناك وجوه انتخابية موجودة ولكن كنزرعوا معهم طاقات النسائية وطاقات الشباب ليصبحوا غدا وجوه انتخابية ولكن مستوى أكثر. اليوم كنعيشوا الحفلة الانتخابية اللي كانطلاقة ديالها الرسمية يوم السبت الماضي. أشنو الفرق بين حملة 2009 وحملة ما بعد الدستور 2011؟ كل حملة تختلف عن أخرى، خصوصا بعد دستور 2011. هذه حملة يعني حقيقة فيها أشياء غريبة، فيها استعمال المال بكيفية مفرطة ومفرطة جدا، لم تشهد له مدينة طنجة من قبل هذا الوضع الحالي. يعني كذلك هناك من هذا الجانب طبيعة الحال هذا جانب مؤسف، هو استعمال المال بوفرة، ولكن من جانب آخر من طبيعة الحال الأحزاب التي هي اشتغلت على مدى سنوات ستنال نصيبها، والأحزاب التي أتت في آخر ساعة وتحاول أن تقدم طبخة إلى الساكنة طبيعة الحال لن يكون لها شأن في هذا. طيب سي محمد موريس، أشنو البرنامج ديالكم اللي ممكن تقدموه لمدينة طنجة؟ بكلمتين، شنو البرنامج؟ البرنامج نحن نريد أن نساهم في تدبير الشأن المحلي الطنجاوي أو الشأن الجهوي ديال جهة، فقط لإسعاد المواطن وتوفير له شروط العيش الرغيد، مناخ جميل إلى غير ذلك. فإذا نحن نهتم بكل ما هو من اهتمام المواطن من صحة وتعليم وبيئة وترفيه ورياضة وغير ذلك، فكل هذه القطاعات التي يحتاجها المواطن على مدار 24 ساعة نحاول أن نحسنها وندبا بها إلى الأمام. حقيقة يعني طنجة تغيرت، وقع فيها الشيء، ولكن نريد أن نلقى كمنسق جهوي لحزب التجمع الوطني الأحرار، أنتم شاركتم في تجربة تدبير الميثاق الحكامة لمجلس المدينة، هل أنتم راضون عن ما قدمه المكتب السابق؟ حقيقة نحن شاركنا في ميثاق الحكامة الجيدة الموقع من طرف 3 الأحزاب، المشكلة حاليا للمكتب المسير ديال هذا. حقيقة نريد أحسن، نريد أكثر. نقول لك على أنه المجلس الحالي ضيع بزاف الوقت في البداية، مشات سنتين هباء منثورا، مشات كلها في صراعات نحن في غنى عنها، ونحن لا نريد أن تتكرر نفس التجربة. شحال تعطيها من 10؟ ها؟ شحال تعطيها من 10؟ شحال تعطيها من 10؟ 10؟ من 10 من 10، شحال تنقطوا من 10؟ اللي من المجلس؟ من المجلس 7 على 10. طيب سي محمد بوريز، إذا إن شاء الله حققتوا نتائج إيجابية في الانتخابات، أشنا النوع من التحالف اللي كتفضلوا؟ هذا السؤال اللي كيطرحوا الجميع. أولا خصنا نشوفوا النتائج باش نعرفوا شنو هي الأحزاب اللي غادي تحقق نتائج التي ممكن أن نتحالف معها. أنا يمكنناش نقول نذكروا على شي حزب هو يمكن يجي منش ما يجيبش نتيجة. بصراحة بعد الصدام الأخير مع البام، هل ستحالفون مع البام؟ يا أخي السياسة كلها مصالح، إذا كانت مصلحة طنجة أننا نتحالفوا مع البام ونتحالفوا مع البام. فهمتيني؟ أنا قلت عدة مناسبات أننا تحالفنا مع البام واشتغلنا مع البام في ظروف حسنة، وكذلك نشتغل على المستوى الوطني مع حزب العدالة والتنمية في ظروف جد حسنة، ونرقى والعمل الحكومي أرقى بالتحاقنا بالحكومة عبد الله بن كيران التي الآن تدبر يعني ملفات شائكة ولكن بامتياز. طيب شنو توقعاتكم للنتائج؟ 4 الأحزاب غادي تكون. ما هي؟ التجمع، العدالة، الأصالة، الاتحاد الدستوري. هل ستشكلون تحالف رباعي؟ أنا أنادي بهذا، ناديت أنت
كنت سمعت هذا الشيء عدة مناسبات، ناديته بالتحالف الرباعي باش نتجاوزوا المشاكل اللي عشناها. البعض يقول بأن منادات تجمع الوطني الأحرار بالتحالف الرباعي هو الضعف اللي ممكن يحقه حزب تجمع الوطني أو النتائج. أبداً أبداً، لا ضعفاء، نحن ليس ضعفاء، نحن سنكون من الثلاثة الأوائل، إنما أكون الأوائل يعني ما كنتنا موجودة لدينا موجود، لا ضعف لنا، إنما فقط نريد أن نتجنب الصراعات المجانية من أجل مصلحة المدينة. هل يعني هذا بأن حزب تجمع الوطني الأحرار يده ممدودة لجميع الأحزاب من أجل طنجة؟ طبعا لا شك في ذلك. طيب كلمة أخيرة ممكن تقدمها باسم حزب تجمع الوطني الأحرار للمواطنين والمواطنات؟ أنا غنقول لهم يصوتوا على الحمامة، لأنها فيها هذا الرمز، هذا الحزب اللي الآن متجدر في هذه المدينة، هو منذ تأسيسه سنة 1978 وهو يحقق نتائج إيجابية، وبالتأكيد أنه سيحققها كذلك في هذه الفترة. وشكرا، شكرا لكم متابعينا، إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله، وضيف خاص في تغطية خاصة للانتخابات الجمعية والجهوية لسنة 2015. إلى اللقاء.